كمل روح. المهم قلت لك بالضرب من بعد هاتيك تأكدت باللي ماشي اللي يتاجروا في الأعضاء البشرية تاع العباد. اه يا ليسونسيال عاودوا رجعونا كما قلت لك للواد، كي داونا في الواد ركبونا في فرقو تيم، تيمنا فيها 35 واحد هكذاك 35 بيرسون ابيبري هكذاك، عاودوا هبطونا ليسونسيال للواد، هبطنا للواد خويا من باطحه من باطحه. واش دير كي تلعب في الواد يحلك الفرقو تدخل فيهم يكون ماهمش دايرين لي كاقول، كي هبطوك في الواد لمن يسلموك؟ يسلموك للناطو ويناهم تاع المرتزقه اللي خدامين مع الماماط، المرتزقه ويناهم؟ سوريين عراقيين جزائريين مغاربه ما تعرفش وينها. المهم ليسونسيال عرب خدامين باك المرتزقه اللي كيفاه شت واحد كي اشي بصحته صحته صحه منا ويجي حارق على الترك كي يحكموه من يبروبوزيو عليهم لا تخدموا معانا ولا كي اشي هذا بصحته بياه والله سلطان يبروبوزيو عليهم. نعرف واحد انا نعرف واحد عن النبي بروبوز شوفوا حيد يا ودي وحش بروبوزيو عليه هذا هذا العنبي هذا بروبوزيو قالوا له تخدم معانا والله سلطان قالوا ندخلوك في المرتزقه منا. المهم اي ليسونسيال انا ما على باليش ما نعرفهم جامي تلاقيهم لا بروميير فوا تي ان تلاقيها فيها كي هبطنا هبطونا في الفرقو كانوا شغل ركبونا احنا عباد موش دايرين لي كاقول منا كي حلونا الفرقو كي هبطنا ليسونسيال في الواد اي ليسونسيال من باطحا من باطحا طابس باش تمشي عليها باش العسكر تاع تركي ما يشوفوكش باسكو العسكر تاع تركي يشوفو كيشوفو تاع اليونان مرجعين الحراقه ما يخليوهمش ما يخليوهمش يرجعوا الحراقه فاهم. ليسونسيال بلي كاقول منا بهذيك تاع لا مادراك هذيك يضربوا فيها تاع سونس مير هذيك لا مادراك خوفوا منها اي ليسونسيال يضربوا في لا مادراك يضربوا في لا مادراك باش تخاف انت ليسونسيال تريح بك كال يبداو يهبطوا فيك يهبطوا فيك اي قدمونا ليسونسيال انا في الجروب الدوزيام بداو الجروب الاول ضربوا السناره تاعهم هذيك عندهم واحد السناره سلطان عندهم السلطان السناره فيها حبل فاهم واش يدير بالسناره هذيك يحكمها يفيزي في شجره كش ما شجره في الترك والله يفيزي فيها راك فاهم يفيزي في شجره طب يضرب يلصق الحبل هذاك في الشجره فاهم بالسناره هذيك يضرب الحبل يلصقه في الشجره عليه باش يكيلك بك في الباله مي يبعث معك واحد من تاعنا تاع المرتزقه يبدا يجبد في الحبل برك بالحبل بالحبل حتى يوصلك للضفه اللي من هي بدا الجروب الاول السلطان ويخرجوا فيهم العسكر تاع الترك بداو خرجوا العسكر تاع الترك في نص الواد بدا العياط العسكر تاع الترك يسبوا فيهم يثيروا في رصاص في السماء حنا مطابسين مكمشين انا نقول لك خلاص ماني فيها فيها والو تقول في حرب او تغيضك سلطان تغيضك او تغيضك جزائري يا ربك جزائري بترول غاز منا امورات نلقى روحي من بطيحا ورصاص وهذاك يسب فيك والاخر يسب فيك ويدي وك هذاك يبعثك للترك والترك يعاود يبعثك لليونان تلقى روحك مسخيره شغل تاع ذهب عمر رجع عمر ذهب عمر رجع عمر فهمت كيف تقالك مسخيرة تغيضك هي داك تغيضك ليسونس مكريسيوم مولي مرجعينك بلا تليفون بلا والو هاك فيها ليسونس يعني عاودوا قلبوا الجروب هذاك لليونان عاودوا بدلونا واحد البلاصه اخرى قريبه وعاودوا قطعونا كي قطع قطعوا الجروب الاول هذاك عقب نورمال ما خرجوش العسكر تاع الترك اي ليسونس ما خرجوش العسكر تاع الترك اي خرج الجروب الاول زاد عاود ولا داك تاع المرتزقه عاود ولا السلطان الجروب الدوزيام فيه انا اكفام واحد 15 واحد راكبين هو في القدام وربي يا سلطان ربي يا كي الحق القدام قعد قدام تاع المرتزقه ديالك كيف يقعدوا كي يقعدوك اجونو على الكيبك كان توقف هكذا تتحشروا في بعضكم على الكيبكم وهو ويجبد بالحبيله انا طحت قدام تاع المرتزقه هاك فاهم طحت قدامه سلطان ايماجيني يا سلطان واش يقول جزائري يا تاع المرتزقه قسما بالله يا سلطان انا قاعد قدامه هكذاك متكمش من ليسونسيال هابط منا تهبط راسك بك اون كيتيري ومني والله دير رصاصه في راسك والله ما نعرفش واش غيصرى لك خويا اما يا مهبط ريسانا مهبط ريسانا ايماجيني واش يقول لي قال لي واش البلده تاع المرتزقه وانا ما نعرفش ما على باليش بلي المرتزقه يخدموا يخدموهم باش يفيليوكم برك يخدموا شوف يخدموا معاهم مرتزقه دو كيف هذا المرتزقه دو خدمينهم تاع الواد هذو سبيسيال تاع الحرقه من حراقه انا قلت لك حراقه كاين عباد حراقه فادر منا وديك كما نقولوا يبروبوزيو عليهم يخدموا معاهم ويخدموا معاهم واش يخدموا معاهم يخدموا معاهم 5 سنين 6 سنين كي لارمي يجيو معاهم ويعطيوهم الكواغط يعطيهم كواغط اليونان ويعطيهم سيستم تخدم معاهم تحكم الحراقه ترجع الحراقه فاهم تخدم في الدومين تاع التهريب تحكم الحراقه كما نقولوا تعاود ترجع الحراقه للترك امورات كما هكا تحكم مهربين تحكم منا هذه خدمتهم فهمت كيف خدوم تاع المرتزقه تاع الواد انا كي كاع تاع الواد خدمتهم هذه كما نقولوا على التهريب والامورات هذه
فهمت كيف؟ تقود الطريق الطرف هذول. لا ودي راهم يعرفون مرتزقه بالك سبع بالمرتزقه هذو. المهم قال لي واش البلده؟ قلت لك انا هكذا قلت لك فيها انا شغل البلده واش ما واحد هدر مورايا شغل بعد اش عاود هالي قال لي واش يا اخي ما خصك والو او شغل هو شوف السلطان ما يقري كما نقولوا معاهم ودي كاين عيب طيح فيهم انتيك ما يقري نتاع مرتزقه مربوطين شغل شتو انا بيا انتيك جان صغير وسلطان كنت 21 سنه انا سلطان انا 20 سنه في ديك كانت دخلت في ال 21 سنه صغير شافني شغل بيا انت وصاك فيها كيفاه ياك يا غيرك خويا ولاك ما تقوليش طيح في عباد طيح في طيح في عيب طيح ما يقري تلقى عسكري والله وتلقى ولد بلادك يحن قلبو عليك كاين عباد حنان ما نقولوش حن العباد كلهم مش حنان ما يقري ما يقري العباد تاع المرتزقه رخاص لا بليبار رخاص يبيعوا الشرف تاعهم باش يروح يحقر وليد بلاده يخدم على الناطو ولا يخدم على باليش باش يضرب وليد بلاده ويحكم وليد بلاده ويعذبوا ويخطوا بلا ما درات ويضربوا منه ويعاود يرجعوا من هيك يرجع ما يقري مش خدمه هذه انا ما نخدمهاش صح ما نخدمهاش باش نحقر وليد بلادي انا نو يرجع ولا ما يضربك نورمالمون قال خوتي ولي ولي راهم يستناو فيكم الارمي ولي ردوا بالكم ولي كيفاه ما يقدرش او خدام عند الناطو والشيفان فما واش ما يقدرش ما يقدرش هو كي قاعد يهضر معايا يهضر معايا بالفونس مير بالعقل هو كي يهضر لي البلده انا كنت قدامه فاهم تما كنت جيت بعيد انا ما كنت معايا انا كنت لازق فيها فاهم انا تما كنت لازق فيها سلطان هو هضر معايا قال لي بعدش هضر معايا قال لي خي ما خصك والو انا كنت هضر معايا هكذا قلت له خاصني الدخان كون نقول لك السلطان كي جيت نهبط سكت هكذا من ليسونسي كي جيت نهبط السلطان قسما بالله يا سلطان هذه بالك كاين عباد مش راه يامنوني فيها راك فاهم عطاني باكي مال بورو بلادنا خصنا من الجوار كامي من غير زوج جوار برك انا باك باكي مال بورو بلاد تاع الجزائر والله باكي مال بورو تاع بلاد هذه بالك ما كانش اللي يامنني فيها عطاني باكي مال بورو بلاد تاع الجزائر ناقص زوج جوار ودوك كي تقول لي تاع باكي تاع بلاد تاع الجزائر مين راح يجيبوه مين يجيب الدخان عبادي يحرقوا كما حالتي حر انا كي حركت حركت ديت معايا الدخان راك فاهم باسكو كونسومي دخان راك فاهم كي تحرك يحكموكم اخي نحيو لك القشي نحي لك اموراتك نحيك منا كاين عباد اللي حقين جدد كاين عباد يضرب لي حق جديد بالدخان تاع الجزائر الدخان تاعك تاع الطريق تاعو منا كي يحكموا ينحيو الدخان فاهم كيفاه المهم ليسونسيال نحي عطاني داك الباكي تاع الدخان هذاك ناقص منه زوج كوارا عطاه لي كومون فليتو سونسيال ما كان والو لي سمح حبيت نهضر معاه من ما فهمتش الشر انا مادام هضر معايا بلا عقل ومن هذيك ما فهمتش الشر واش كاين هبط انا كي خرجت في فرنسا كي خرجنا خويا العمي سلطان خرجنا جوست خرجنا حطنا في اليابسه بدينا نمشي 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 خرجنا في واحد البيسه تاع الحدود هذيك تاع العسكر تاع توك خرج فينا تاع العسكر تاع توك خرج فينا العسكر تاع توك وتسولي كان مخرج معاه بريكا كان مدخل معاه بريكا ما تحلبولوش جبت انا قدام صحابي يا سلطان قدام صحابي خويا العزيز جبت لهم البكي تاع المالبورو ايماجين يا سلطان دكت في الحدود وراح تحرق ونحي لك ام وراتك وجبت بكي مالبورو طردك لهم البكي تاع المالبورو وسلطان نقول لك حاجه غاشيه كومبلي طايح عليا اتقارو سوريا ديك حاجه قلبي قارو سجارو ولو غير عطيني قارو هيا مهم هيا ليسونسي عطيت له قارو وانا عديت نفرق انا عطيتهم في الدخان وديك باسكو ماشي الدخان تدخل به والله اكشن كيفاه هاي ليسونس يعطي الدخان شعلنا الدخان بدينا نتكيفو منا هاي ليسونس مشينا حتى لحقنا واحد البلاصة تلقى واحد البلاصة سلطان فيها طوموبيلات تلقى واحد البلاصة تلقى فيها طاكسيات الطاكسيات هادوك واش يديرو يخدمو خدمتهم الطاكسيات يهزك من الواد خويا العزيز يديك لاسطنبول هادي هي خدمتهم صاحبي فهمت كيفاه الطاكسيات هادو هاي ليسونس قدمت منا ليسونس عاود رجعنا لاسطنبول رجعت لاسطنبول لهنا زيرو مورا طايح مسيي في ذي وقيلة المرة السابعة ولا الثامنة وانا مسيي مجرجر منا عذاب منا ليسونسيال مورال زيرو تاع الصح خويا يا ماليناش حبيبي رجعت لترك خويا بدات هضره جديده دومين جديد منا تحرك نافيغاج منا طب 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 لهنا خويا العزيز محلب فري محلب وفري عارف الطريق لهنا شغل مديفلوبي صح ايا واش ندير سلطان خويا بديت خمام على رحله اللي لازم نوصل بها رحله اللي لازم ما نرجعش بها خويا العزيز رحله اللي لازم نوصل صح نوصل بها تعرفت على هذا محمد ونوفل محمد ونوفل السلطان زوج توأم بليدية جايين يحرقوا على طريق ترك كرش وحدة فاهم جايين يحرقوا على طريق ترك هاي تعرفت لازم نتعرفنا على ياسين وي سون سيسينا واحد دو فوا ولا طرو فوا ما زدتخش نحكي لكم الرحلة اللي زدتخش اللي زدتخش هاي ضربنا ليسونسيال كيف كيشان ابصالة المغاربة ساي
ولهنا المغاربه راحوا وينهم اللي صدموا عليهم؟ لهنا الجزيريه اللي صدموا على المغاربه سلطان، راك معايا فيدي كيعاودنا هبطنا، الجزيريه صدموا على المغاربه، وين صدموا لهم؟ صدموا لهم الله باف، راك فاهم؟ كمل. ايا مهم قلت لك عاودوا صدموا لهم المغاربه، الجزيريه تاعنا وينهم اللي صدم؟ صدم الحلفه، الحلفه هو وخوه فيصل الحلفه وخوه راح لي اسمه خوه اي ليسونسييل، عاودوا زدموا لهم الابصاله، زدموا الابصاله مع جماعه جزيريه ومن هذيك، واش يديروا؟ حرروا البلاصه هذيك تاع ابصاله، فاهم؟ تلفون المغاربه وناولي ولاو حكمونا ولاو حاكمينها ليزالجيريا، زدموا لهم كما قلت لك تلفون المغاربه ولاو حاكمين جزيريه، وانا نعرف عباد كانوا خدامين مع فيصل فما هذيك ومن هذيك، تسمى ما بلا هذه نضرب انا ما عنديش مشكل، خدام واش خدام نضرب، وبابلو منهم كان خدام معاهم هذا بابلو. اي ليسونسييل ايا ضربنا عاود ضربت ليسونسيال الواد منا قطعنا الواد خويا ايا كي لحقنا الواد كان مهدي المغربي هو اللي قطع في الواد هو والشلفي بصح في دي كان مهدي ايا لحقت المهدي ومهدي نعرفو عرفته منا مسي كما نقولو نعرفو منا لحق ليا مهدي دابا واش قال لي سلطان كي جينا خارجين لحق ليا واش قال لي قال لي البرايجي عرفني باللي برايجي بس كنت مسنطح او بابلو كنت مسنطح كنت مسنطح شو مسنطح صغير تعرف واحد صغير سلطان ويلزق لك هنا ماشي فوخ ولا زوخ ولا ماشي فوخ نطلع في اعلامي ولا نطلع في قرادي وما عنديش علاش نطلع كما نقولوا اعلامي والله كفا بصح شوف نلزق لك نلزق لك هنا ما عندكش وين راح تتحرك لي نلزق لك هنا خويا العزيز شوف اي حركه تعتبر تشويش وكما حبيت تفهم هذيك هي كفا بصح قول لي حبيبي كي اليوناني نرجعوكم والاخرين قالوا لهم مولو كيفاش داروا لكم عاودوا بدلونا البلاصه بدلونا البلاصه وقطعنا عليها رجعون اليوناني نرجع خافوا من التراكه هذو يدي يموتوا منهم اليونانيين يخافوا من التراكه واش بيك يموتوا منهم كي يشوفوا العسكر تاع الترك يتخباو يموتوا من العسكر تاع الترك اليونانيين صحيت بدلوا لكم البلاصه ورجعوك ميسا ديني قاعد فوق الهواء واش بيك اختي واش بيك يا ميسا بلع قلبك العزيزه العزيزه كمل من بعد هذيك بدوكم البلاصه اللي سونس هذا رجعوكم للترك ها كيف سلطان رجعوكم للترك عاودوا رجعونا للترك ها رجعونا للترك وعاودنا كما راني عاود قلت لك درنا جروب منا صح وبصح قول لي ومع الزوج لي البليديه هذو واش درتوا فيها درنا جروب خويا العزيز مع البليديه درنا جروب انا ومحمد البليدي ونوف الخوه او ياسين ياسين من المسيله راك معايا من اسمها سيدي علي ولا ولاد عيسى سيدي عيسى ولا ما عرفتش اسم هذا سيدي عيسى وقيلا راك فاهم ايا ليسونسيال سلطان خويا ايا عاودنا ليسونسيال ضربنا خويا عزيز ضربنا على ليسونس لحقنا الواد مع الشلفي من الحق ليا مهدي الشلفي مهدي المغربي يقطع على الواد ناس مليح مسكين مش حقار بيا انتيك قال لي البرايجي هما يخلصوا في ديك يخلصوا شي كونتور يقطعوا الواد الحق ليا البرايجي قال لي تعطيني قال لي انت اعطيني 10 اورو قال لي البرايجي قال لي اعطيني 10 اورو خويا قال لي قص الخدام تاع الخدام قال لي خويا انا ما تخلصنيش خويا قال لي 10 اورو تاعي قال لي مشي قطع في البلاد قال لي مشي قطع كما نقولوا الواد قال لي وتكل على ربي صاحبي قلت له اوكي العزيز هيا اوكي جبت 10 اورو صحابي خلصوا كارونت واحد خلص كارونت واحد خلص سي كونت واحد كل واحد كيف خلص هاي ليسونسيال سلطان خويا ضربنا حنا كي ضربنا سلطان ضربنا على الجزيره الجزيره اللي فيها الغابه ما يعرفوها العباد في ابصار ضربنا على الجزيره طلعنا للجبل كي طلعنا للجبل مع من خرجنا ماشي قطعونا غير وحدنا قطعنا فيه واحد 15 واحد ولا 16 واحد سما يقطعوك مع بعضهم بعد اش كي تقطعوا تتفركتوا راك فاهم حنا البلاصه اللي خرجنا فيها في الجزيره فيها طلعه واحده سما اوبليجي تعقبوا مع بعضها لا تعقبوا مع بعضها ما كانش حل اخر صاحبي راك فاهم اي جينا طالعين وانا اللي مقدم يعرفوني عباد اللي خرجوا ديك سما مقدم انا نحل في الطريق راك فاهم انا نحل في الطريق حل نحل 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 حتى لحقنا ما بين خميسي وكيبي كما حكيت لك من قبل لحقنا ما بين كيبي سي وكيبي وخميسي اي ليسونسيال بي سي هذيك السلطان واش ندير انا قعدتهم لك الجروب كما راه في 15 ولا 16 هذيك قعدتها كما نقولوا كما راه قلت لهم الصبر دوك نهبط نكشف الطريق راك فاهم هاي ليسونسيال سلطان خرجت خويا العزيز بديت نكشف الطريق شتا انا لحقت البيستا سلطان انا لحقت البيستا خويا العزيز والطويوطا ديك تاع العسكر تاع اليونان واش دايره يا وجايه حاطه الكاينه شوف جايه الطويوطا تاع العسكر هذيك حاطه الكاينه
للبيستا واش ندير انا كما راني خويا ندور ونهرب لهم في وجههم عاود وليت لصحابي العسكر واش يصرا لهم الغاشي تبركت واللي ما يعرفوش من امي تشوكيا ويحبسوا يتبانيكاو ردة الفعل ما كانش خويا تعرف عيبة زيرو ما مش مقاتلين خويا قاعدين يتفرجوا انا اخوك هابط خويا دخل في وسط الشجر ما على باليش دخل بوجهي براسي بذراعي شحلوف ودي داخل نقول لك خويا العزيز اي زاد ليسونسيال بعدت على صحابي اي ليسونسيال سلطان خويا العزيز قلت لك قطعنا ليسونسيال طاح العسكر هربنا دخلت في الغابه بصاي وانا في دير رحله سلطان مانيش خارج بالسوارد داك فاهم خارج بلا سوارد صاحبي خارج بلا سوارد عاونوني عباد منا باسكو ما كانش عندي حتى بروبليم وما قبلها سلطان قبل ما نخرج الرحله هذه دخلت لهنا دخلت انا اللي دخلت الحبس كواغط في الطرق راك فاهم قاعد خويا العزيز قبل انا نسيت ما حكيت لك عليها قاعد خويا في اسطنبول نورمال في الجاردة انا واحد مغربي وكاين قاعد معنا واحد جزائري عبدو منا من عين فكرون جاي في ام بواقي قاعدين بيا منا ليسونسيال عبدو فيزا جديدة حياتي وانا الفيزا تاعي ماتت لحق جاو البوكشيفني كانوا كونترول تاع الكواغط ومنا يديو لي كان اي ليسونسيال طاحوا عليا منا باسبور ما كانش خويا هزوني بعثوني لتوزلا من بعد توزلا خويا في توزلا بصموني ومن هذيك بعثوني لحدود ايران لاخر الدنيا اكثر بعيدة على اسطنبول 750 كيلو بعثوني ليسونسيال قعدت واش كان بعثوني لحدود ايران اللي كان تاع حدود ايران حكموني ما عنديش كواغط مات لي الفيزا وانا حارة فما وكونترول كواغط وهبطوني للكامب فهمت كامب مغلوق جاي من شو حبس كواغط فاهم يا مهم يا بطة سلطان خويا شا نقول لك عذاب من ناد لا ميزير كل حقنا سلطان الحبس ايران فاهم الحقنا تاع الحدود تاع ايران الحبس هذا تاع حدود ايران الكامب هذا كي لحقنا ليه خويا دخلنا منا الباك باك معروف بالباك باك تا قلت لي خدمت الكامب نورمالمون خدمت الكامب ما لقيت حتى باك باك لقيت جورجيا الباك باك كاينين هذوك ايراني يبانو شغل الشناوة تلقاهم بالقنادر وتلقاهم يديروا الزورة كما اسمع يلوو يروحوا شغل بوراكه يتلوها ممكن هكذا سلطان هكذا ويتلوها كمل يا بابا كمل الزور غير الكوفيرتات ضربهم بروسي في الامر عباد بروسي بقاو بالكوفيرتات ويلويو ارواحهم ايا دخلنا ليسونسيال انا نعرف العقليه باينه في اخويا دوك سلطان بيناتنا صاحبي دوك دخلت في كامب حبس مغلوق منا وذيك راك فاهم شوف خويا تدخل شافوك زيرو شافوك او راك فاهم باسكو يقيسولك حما صاحبي يشوفوك او خويا العزيز راه كامل يركبو فوق ماكش في البلاد صاحبي ما راكش في البلاد خويا العزيز راك في حبس كواغب منا ما كان لابوك ما كان لاخوك وراك في بلاد الناس طيح مع الباني طيح مع تركي طيح مع يوناني مع فلسطيني مع سوري مع عراقي لا عشي تزيرو صاحبي راهم يركبو فيك وكلو يديرو بيك طريق كامل خويا العزيز لا عشي ترجله ودار قاس خويا العزيز راهم يجيو يقيسولك الحما وبين صاحبي بين حنة يديك خويا العزيز فاهم لاش الغالب سلطان فاهم لاش كمل من بعد هذيك في الحدود واش داروا في الحدود والصرا في الحدود يا ليسونسيال خويا اسمعني جنجي في هذه حنا كي دخلنا سلطان شحال نلقى زوج مغاربه وواحد جزائري شحال واحد افغاني معاهم فما كاين واحد 15 واحد بالك في الشومبر هذيك في الشومبر اللي دخلونا فيها حنا كاين واحد 15 واحد وبايس فوق بايس بايس فوق بايس بايس فوق بايس راك فاهم دخلنا ليسونسيال خويا العزيز دخلنا من هذيك نلقاهم الافغان هذيك دايرين الرجله على المغاربه الزوج هذاك والجزائري خادمين عليهم الرجله باسكو عليهم في 15 واحد راك فاهم وحنا كي جابوا جروب جديد ودخلونا في الشومبر هذيك جينا فيه واحد السبعه جزائريين كامل راك فاهم كان معايا واحد قسنطيني مهدي ثاني اسمه مهدي قسنطيني يا ودي تشوف هو سلطان يا ودي فري مهبول مقود ما عندوش السلطان كما نقولوا ما شارير ولا عنده علاش يحشم ولا ما عندوش علاش يحشم راك فاهم دخلنا قاعدين منا حاكمين لي باياس منا ليسونسيال قاعدين هكذا ونشوفوا الصباح الكورفي زعما نيتواياج زعما ديك الكورفي تاع لاصال
نيطواي زعما الافغاني نيطواي شو ينوضوا في المغاربه الزوج هذوك والجزائري ما في نيطواي ليله الاولى ليله الدوزيام واش هما اسمع هما من نيطواي وش قلت لي الجزائري قلت له اسمع قلت له تاع الجزائري قلت له هما من نيطواي وش دجور تاع نيطواي او قال لي يا خويا قال لي شوف قال لي مالي بحق من الكامب ومنه يتحاماو ولو حشرة القسنطيني والقسنطيني يا رب القسنطيني بغض ما فيهم اسمع اسمع اودي تشوفوا سلطان القسنطيني مهدي هذا مهبول مهبول اودي قسما بالله مهبول والله انا جامي في حياتي تلاقيت مع واحد حرش وما يفهمش كما مهدي هذا يا اخي نهضر لا فيريتي يا خويا مهبول مهبول يا ودي قسما بالله كما راح كما الباياس هذاك للارض طب قالوا لهم بالجزيرية الجزائريه قالوا لهم اليوم راه كامل ندير الكورفي قال لي الحبس خدمته في البلاد كبير قال لي يا رب قال لي الحبس خدمته شي كور في البلاد قال لي في تركيا انا نطوي له كورفي يا رب قال لي كامل ندير الكورفي كامل قال لي روح افغان داروا بيه الافغان ونصوتي ارواحهم وتنوض الحرب دق 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 شت لا صاله هذيك سلطان شت صاله لا صالة هذيك سلطان قسما بالله قسما بالله يا لا صالة هذيك كومبلي يا انا ومهدي المغربي ذاك كراعو كراعو والكورفي ناير وماشي تزيري لي نيطواي فاهم اصلا ماشي تزيري لي نيطواي ماشي المغربي لي نيطواي الافغاني هو لي نيطواي ولينا نسرقوا لهم حوايجهم نضربوهم حقره من الاخر خويا في جزائريين ومغاربه خويا دخلنا جروب جديد السيستم تبدلت عليكم الآية خويا العزيز من الاخر تحقر يجي لي حقر خويا وهذه بارتو خويا العزيز هذه بارتو شتاك اللي عندك زعما طايح شي كور من في بلاصه والله يجي نهار وين يجي شي كور فاهم يجي نهار وين يجي شي كور فاهم بعد شحال ضربتو في الكامب هذاك شحال ضربتو في هذاك الكامب كيما عيران ضربت قريب شهرين خويا بعدش خرجت المهم بعدش انا حكيت لك نعاود نوري دوكا طعنا اليونان جات طنوبي تاع العصر قلت لك انا هربت وحدي ومن هذيك ما عندي لا تليفون لا والو راك فاهم ما عندي لا تليفون لا والو خويا العزيز اي ليسونسيال دخلت في الغابه هذيك وحدي وصحابي هربوا وبدينا نسمعوا في الرصاص والشعب من هذيك انا في حسابي طاحوا كامل راك فاهم داير في حسابي طاحوا كامل اي كي طليت خرجت هكذا ندنق نشوف في حكم جروبات اخرين بصح صحابي انا محمد وياسين ونوفل وكان واحد الحراشي وواحد قبيلي ما تحكموش فاهم ما تحكموش ايه قلت له فاهم هما ثاني هربوا اي انا كي خليتهم العسكر شارجاوهم منه وديك خرجت انا خرجت بديت نمشي سجره ونتبع ندنك من بعيد نشوف الساكودو تاعي انا باسكو كي هربت سلطان الساكودو تاعي تقطعت راك فاهم كي تقطعت الساكودو تاعي ما قدرتش كيف ندور نهزها راك فاهم ما قدرتش كيف نعاود ندور نهز الساكودو تاعي راك فاهم واش ندير انا سمحت في الساكودو تاعي باسكو كون ندور نهزها ندير روطار يطيحوا عليا العسكر راك فاهم سما كمل دير تاع الساكودو كمل ديرات ايا ما عليناش بديت نتبع رحت الساكودو تاعي كي كنت الساكودو تاعي مع دخلت على واحد الزجر هكذا نسمع فما في الحركه راك فاهم انا ندير معسكر كشت وداكش نسمع في الهضره تاع عباد عرب راك فاهم دي خليهم نتبع في الهضره حتى نطلع على صحابي كي خرجت فيهم سلطان تخلعوا سلطان من العسكر حبسوا هكذا قلت لهم شوكيين ومنا قلت لهم هذا انا اي ليسونسيال ناضوا منا الحمد لله قالوا لي سخات لي طحت ومنا وديك اي ما طحتش قاعدين منا اي ناضوا الحراشي زعما يبول والغابه سلطان الحراشي داك اللي قلت لك عليه واحد الحراشي هذا ناض الغابه معروفه كاين البحر وكاين الغابه تنسى وراك بار اكزومبل في البحر حبس فيك الفلوكه دخل تعوم راك فاهم دنك منا تلقى الدنيا كل زرقاء ما تشوفش ما لابس السماء زرقاء ولا الارض زرقاء هكذا الغابه تشوف الدنيا كل خضراء ما تقدرش تعرف وراك اكون فاهمين ايا ما عليناش ناض الحراش يبول منا وديك حاشك وحاشا قدرك ايماجيني اهمل الحراش باش يولي لينا زعما ما نعرف وين راح بدا يدور في الغابه اهمل يا ودي هو عقب عينا يبكي وتبدل وناض يبكي الحراش هذا نظيف يا تودرت وراه مرات صحابي هيا ايماجيني اسمع ايماجيني خرج فينا الحراش كي خرج فينا مسح الدموع ودنا فينا قلنا له قلت له حل بلان وبلا تودر راك فيها تودر في الغابه حل بلان ايماجيني واش قال لنا قلنا له وين كنت الحراش قال لك كنت ندور هنا برك رانا نداني كنت ندور هنا برك قلت له الحراش يتمسخر بيا قلت له دموعه كم سيار قلت له تمسخر بيا كنت ندور هنا برك اصحايبي هيا ليسونسيال مشينا كما قلت لك سلطان خويا مشينا 3 سوايع 3 سوايع
اسمع سمع سمع اخويا 24 ساعه ويا ربي. اسمعني بعد تيك تماس باقي هذه اللي صدقت لك الاخره وقيله هذه اللي صدقت لي، هذه هي الحمد لله، هذه هي هي. من بعد كيفاش في لاكراس تفارقت خليتهم وراي؟ يعني قلت لي عاود تلايمنا تلايمنا ومشينا. مشينا 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 سلطان، ليسونسيال لحقنا انا، خلينا منك ما نقولكش واش صرا، وخرجوا فينا العسكر وهربنا لهم، هربنا لهم وما نجبدهاش. ليسونسيال لحقنا لواحد الجبل، اعلى قمه في الكسندرابول، يوم يعرفوها الناس اعلى قمه. كي تلعب بالك عقب على الفوطو هذوك السلطان، تلقى واحد الجبل عالي وفيه لاكروا ودرابو تاع اليونان. ما لحقتوش انا، ما رحت الله بالقرار تاعو، لحقنا عليها سلطان، طلعنا للقمه هذيك. فاش الجبل هذاك اوبليجي تطلع الجبل هذاك تعاود تهبطو. لحقنا القمه هذيك خويا اليونان، وكلت بين الكسندرا بولي البحر كامل اللي بانوا قدامه. هاي ريسونسيال طلعنا المورال صاحبي، قربنا لحقو البارك ما بقالناش. هبطنا، جينا هابطين محمد، ايماجيني يا سلطان ربي، على قلت لكم الطريق هذه خواتي ما تدريوش شاي صرالكم. شوف محمد يمشي يمشي، واحد الحنش يا سلطان، قسما بالله حنش يا سلطان. انا موراه مشى نوفل ومشى ياسين، وبعد كش الحنش هذاك داير روطار شويه، احنا الحنش هذاك عقب راك معايا، واش ما نحنش يا سلطان. في باسكو الجبل هذا تاع حجره، الجبل تاع الحجره هذاك فاهم، شنو نحنش اللي عنده الكرون هذاك يا سلطان. يا لطيف اللفعه والله يا سلطان، ثلاثة عندك تموته هو والله تاع الجبل هذاك تاع الحجر اللي عنده الكرون هذاك، ويتحرك هذاك ذيلو يتحرك. او لطيف، ايماجيني محمد واش يصرالو، يمشي انا موراه راك معايا، انا موراه سلطان، انا موراه محمد يمشي يمشي، حط كراعو. علاش يحط كراعو؟ حط كراعو على الحنش، قسما بالله ونهزلوا العيطانة. محمد حنش حنش يا محمد، يا ودي نقول لك، يا ودي قدرة، قسما بالله يا خوتي، واش راح نقول لك، قدرة إلهية. مش ما تديش في راسك دوك حنش تكون عنده ردة فعل، الحنش تكون عنده ردة فعل يطاكيك. بس اخوتي واش صرا، كيف منع، واش منعو، ما على باليش. محمد كي دنك للارض، شاف الحنش تيرمو الشوك هذاك، راك معايا، تيرمو الشوك، الشوك اللي صرالو دنك فيا، قال لي نورمال نورمال، كمل يمشي. بعدك مشى شويه حبس، تيرمو الشوك هذا، قلت له حنش من شاف، هو شاف الحنش، وحنش هذاك هربت خلفي وصل الحجر هذوك ومنه وكفاها. دنك فيا قال لي نورمال نورمال كفاها، تيرمو الشوك هذاك اللي صرالو، شوك اللي جا هذاك. ما علينا، بقى هكذا معليش، بقيت مكالمي فيها. قلت له خويا خلاص قدرها ربي، دعاوي الوالدين، دعاوي الخير، ماكش داير الشر في حياتك خويا. الحمد لله صاحبي، بديت يا ودي الدمعه راح تطيح له، غاطه يا ودي، او كلمه اللي كاليس راه هكذا تولي تفكر بيتو. ما عضوش الحنا، ما عضوش الحنا صراحه، ما عضوش يا سلطان، علاش ما عضوش؟ عفس عليها يا سلطان، وانك عيطت ردت في محمد صوتا، راك فاهم كي صوتا محمد، تقول دنك في الارشيف نحن جمنا دنك فيه، قال لي نورمال نورمال راك فاهم، والله شوك. بعد شي قام مشى شويه هكذا، عاود روبرونا، عاود ولا عقله راك فاهم، عاود روبرونا واش صرا، واش خلعات كاع وجهك خلعات. من بعد كملت وسلام، مات الحنا شراح انت مرات لي سونس. مشينا لحقنا للبارك، قبل البارك كاين واحد الدار تاع فلاح، منا هذا الفلاح قواد يخدم مع الدوله، راك فاهم يخدم مع الدولة. ليسونسيال حنا ليسونسيال دخلنا في البارك، قعدنا منا لحقت الليل. المهم الحق طاح الليل خويا سلطان، حنا في الغابة، لحقت لينا تاع الصباح 4 تاع الصباح خويا. هبطنا للبارك نشوفو الكماين منا، دخل نوفل قال لك المنوفل انا ندخل نشوف الكماين. يلا يا ربي حدخل صاحبي، دخل نوفل اكل السلطان يني يشوف الكماين، ديري في الشاحنات، فيري حتى نلقى واحد البلاكا يا سلطان تاع كاميوات، لقى كاميو كازوج كماين كانوا مقاريين راك فاهم. لقى واحده تركيه ولقى واحده بلغاريه راك فاهم، لقى واحده تركيه واحده بلغاريه، شاحنات راك فاهم. ليسونسيال عاودوا لينا، قالنا شاحنات، قالنا لقينا واحده تركيه واحده بلغاريه راك فاهم، قال لقيت واحدة تركيا واحدة بلغاريا. دوك بلغاريا خويا صادي بو سلطان، بلغاريا قادرة كما نقولو، بلغاريا دوك قادرة كما نقولو، دور بيك وتدخل بيك البلغاريا، سماك شغل عاود تولي للزيرو. التركية تركب في واحدة تركيا ما عباكش وينك رايح، قادرة تروح بيك لألكسندرا بولي، قادرة تروح بيك لتيسالونيك، قادرة تروح بيك لأثينا، ما على بالكش وين راك رايح. جا منا قلت له نوفل خويا العزيز،
قلت له اصبر صاحبي، قلت له اصبر نكالميه وجو خويا، قلت له نزيدو نستناو الغدوة صلى محمد نوفل صاحبي، قلت له نستناو الغدوة خويا ونشوفو خويا كش ماشي حينات اخرين خويا ونسكرو على ربي. هاي قال لي غفلي تعاملنا في بعضنا او في او معنا الغابة، عاود طلعنا الغابة خويا ريحنا. كنا نقول لك يا سلطان شحال، شوف حنا كي مشينا درنا 5 ايام باش لحقنا للبارك، اكفاه درنا 5 ايام باش لحقنا للبارك، باسكو علاش جينا طريق الجبال، جينا على الجبال اكفاه سما تطول. المهم ليسونسيال تفاب لينا سلطان، انا فما شايف خويا العزيز فما سلطان كي لحقت فما خويا العزيز انا بلا ماكله ومنا وديك وديك فما شايف خلصت سلطان. عارف شو خلصت؟ شتي نجي نوضة سلطان، شتي نجي نوضة نعاود نطيح خلاص تفابليت قسما بالله يا سلطان، شتي نجي نوض نعاود نطيح صاحبي نعاود نطيح. ياك نشربو غير في الماء برك، ما عندناش ماكله، ما عندناش الماكله، خلصنا الماكله وما حبيناش نسلمو روحنا. المهم لحقت ليسونسيال حتى نقول ليله، ليله 12 هكذاك، ليله 12 هكذاك 11 مش ليسونسيال، ليله الاخرى دي سيدينا يا نهبطو نتمونطاو يا نسلمو روحنا، يا نعاود نسلمو روحنا يرجعونا للترك يا نتمونطاو وحده من الزوج راك فاهم. كي هبطنا لسلطان البارك لقينا، شوف لقينا 7 كمايل، لقينا 7 شاحنات، 7 شاحنات كامل، كامل الشاحنات هذوك سلطان بلغاريا كامل متوجهين لبلغاريا. ونزيد نوري لك سلطان الله وربك واحد الرخيص جزائري يا سلطان تاع سيدي عيسى اللي قلت لك عليه مسي سوارج. شوف انسان، انسان سلطان انسان رخيص ومش راجل، مش راجل كان عنده يا ربك فهمني يا سلطان احنا راح نموت وانا ندنك في لحمين يا ربك، انا ندنك في لحمين، ندنك في لحمين تخرج لي خلعه او شي انت وخلاص كنت ندنك في التليفون في لاكام وجهه وليت كي تعلم تاع المومياء هذوك حق ربي اللي هو ربي. سلوالك ولا يجيك كبير شي انت كاع خلاص خلاص خلصنا ما كاينش فينا اللي مخرج. عنده وحده راد بول يا سلطان تاع ترك هذيك راد بول انرجي، نقولوا له حلو حلها نشرب ولا شوي شوي برك نديروا شوي طاقه حلها. قالنا والو ربي واحد والله من حلها، قالنا حتى نتمونط نحلها عند الكاميو ونشربوا عند الكاميو يا ربك راح نموت وحنا نشربوا. هو والو ما حبش يحلها وما حبش يعطينا نشربوا سلطان. هبطنا هكذا خليناه ليكيديناه ما حلبناهاش. المهم ليسونسيال دخلنا للبارك خويا العزيز لقينا الكمين تاع بلغاريا عاودنا خرجنا. قلت لهم خاوتي شوفوا انت ولا حاجه، قلت لهم يا ندخلوا نتمونطاو في كاميو بلغاري يا يقدم بينا يريونا نصوفينا يا يدخل بينا بلغاريا راه رجعنا خويا العزيز. هاي ليسونسيال لحقنا منا تفاهمنا نتمونطاو زوج. شوف ربي يا كي عاودنا شفنا 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 دخلنا في دخلت انا ونوفل، انا ونوفل ها شفنا الكمين من هذيك كي عاودنا خارجين نسمعوا فيه هضره من مور الشجر. كي رحنا مور الزر سلطان ربي ربي شوف شوف الحكمة تاع ربي او ربي شوف كاين واحد لواحد شوف كاين واحد المواقف سلطانة طيح فيهم بالك ما كانش تعبدك ذبك تسبك ذب منها بالك ما شافش مزيان ما خرجش فيها من الولاية تاعو ما خرجش. ما نقدرش دوك انا كما نقولوا ما نقدرش كما نقولوا دوك انا نناقشوا ولا نهضر معاه ولا علاه ما شافش انسان ما شافش انسان مش شايف كفاه ما عليناش. حنا كي سمعنا الهضره مور الزر طلينا مور الزر واش نلقاو؟ نلقاو واحد الجان مغربي، جان مغربي ومعاه واحد افغاني. واش نلقاو ما سلطان؟ نلقاو حاطين الماكله وياكلوا وجايين يحرقوا في البارك فاهم، جايين يتمونطاو سلطان جايين يتمونطاو. طلينا عليهم وشفنا الماكله هكذا ياكلوا منا قاعدين يقصيو ديك باش يسنوا في المونتاج يدخلوا يتمونطاو. ربي طلينا عليهم منا ناكلوا معاكم انا اش ماكلين منا ريح اي ام هانغري بالك الافغاني ريح تاكل اي هبطنا ناكلوا معاهم بدينا ناكلوا. والله يا سلطان قسما بالله يا سلطان قسما بالله قسما بالله قسما بالله يا سلطان اي يا سلطان قسما بالله خويا شتو واش ماكليناش في الكومبلي واش ماكليناش في الكافيه مات هذو كومبلي كلينا كليناه في الدار في اللحظه هذيك واش ماكليناش في اليمات كومبلي كليناه في اللحظه هذيك قسما بالله. كان عنده البيستاج منا امورات نوت كاجو منا كان مري قالها الافغاني هذاك هو المغربي كلينا معاهم بيا روبلينا كلينا شويه درنا شويه طاقه من هذيك. هيا دخلنا كي دخلنا سلطان فيها من تمونطا وزوج. شوف محمد، محمد وخوه ياسين راك معايا، محمد محمد وخوه نوفل تفهموا يتمونطاو مع بعضها زوج يتمونطاو مع بعضها راك معايا. وتوت وانا وياسين نتمونطاو مع بعضها
هاك معايا تسمى زوج زوج، والافغاني هذاك المغربي راهم يتمونطوا مع بعضهم. ايا ما عليناش، دخلنا في الاخوه تمونطوا في واحد الكاميو بلغاري، تمونطوا في السيو، ركبوا في السيو وقعدوا. ايا دخلت انا ليسونسي سبق ياسين من تمونط، عين الكاميو كي طلع ياسين ديجا كان مونطي واحد مغربي جاي من الترك، مغربي جاي مونطي من الترك كان في القبر. راك فاهم؟ شوف لاكسيو هذه اللي صرات لي يا سلطان، اسمع الغزو هذه اللي صرات لي خويا العزيز، هذه كونسونطري معايا مليح، راك معايا. على قلت لك انسان فري رخيص وربي ما فيه غير خير، مول نية تجري الباح، فيها مول نية تجري الباح صح، ربي ما فيه غير خير. شوف كي جيت طالع انا في الهبة تحت الكاميو جيت متمونطي، ياسين ديجا تمونطا، كي جيت طالع كان واحد المغربي جاي مونطي ما ترك ما ترك، هو مونطي عقب مونطاج كيما كان مونطي فم. كي طلع جيت طالع انا هكذا دخلت راسي في القبر راح نطلع، نلقى المغربي انا، نلقى واحد مغربي جاي مترك مونطاج، جيت نطلع قال لي حشيري، قال لي روح، قال لي سير بحالك حشيري ونشوف في ياسين. انا ياسين شوف فيه وياسين واش يقولوا، قالوا قولوا قولوا مانيش هنا، قالوا قولوا مانيش هنا. راك معايا يا سلطان؟ راك كونسونطري. ياسين هذا تاع المسيله كان مع المغربي مونطي في القبر، كي جيت نتمونطا معاهم ياسين يقول المغربي هذا، قالوا قولوا ماري مانيش مونطي لهنا، سما واش هو واش صرا لهنا، سما سما تزيري سمح فيا. راك فاهم؟ سما سما تزيري سمح فيا مع مغربي مع بعضهم طريق كومبلي عذاب جوع من هذيك في لحظه، سمح فيا في مونتاج سمح فيا، واش ندير انا ندنكت فيه نط نضحك. راك فاهم نط نضحك. قلت له انت ما تعقبش عاود تهبط، واش ندير؟ رحت الكاميو واحد اخر، هبطت في كاميو واحد اخر، طلعت في غرة سكر وقعدت، وقعدت في الكاميو اللي اونصانو اللي اونفاسنو في محمد. اي ناضت لحقت 6 تاع الصباح، لحقت 6 تاع الصباح، اي لحقت 6 تاع الصباح، لحقت 6 تاع الصباح. خويا 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 سلطان نوض الكاميو تاع ياسين ومحمد الشيفور، نوض الكاميو، شو نوض الكاميو خويا العزيز، نوض الكاميو بيا سخن من هذيك، هبط هبط مول الكاميو، معروفة بلي كمالي اليوم تحت على المونتاج ومعروفة، هبط باللون بتريك تحت الكاميو، طب 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 هبط نوفل، هبط نوفل وهبط محمد، قالوا ما هبطوا، مشيو لقاو غابة، قال لهم روحوا خلونا نعيط لابوليس، ما عيطش لابوليس، هما كاين جاي عيبي عليا، عيط لهم انا من تحت الملحق تاع الروت سوكور، باسكو كنت لك فوق الروت سوكور انا ماشي في القبر والله، راك فاهم؟ المهم محمد انو في محمد شافوني من اطل واروع، داروا ليسونسي راحوا داروا الدورة هكذا، عاودوا جاو طلعوا معايا. شوف انا والكاميو اللي تمونطيت فيه انا هذا واحد اخر، كان مونطي فيه وين اللي كان مونطي فيه؟ كان مونطي فيه المغربي والافغاني، راك فاهم؟ كانوا مونطيين فيه اللي مدونا ناكلوا هذوك، وما على بالناش حنا باللي راه متاكدين فيه، ما على بالناش ما هو باللي كانوا راكبين هما كما نقولوا في القدام في واحد القبر جاي القدام ريسك شويه، كانوا طالعين فيه وحنا ما على بالناش باللي مونطيين فيه. اي ريسونجي كي دخل نوفل ومحمد غاصبين منا، محمد طلع في السيو ونوفل طلع في السيو، وانا راكب فوق الروت سكر، قاعد فوق الروت سكر جاي بوزا فوق الروت سكر وقاعد. ايا ما عليناش قاعدين منا، نوض الكاميو صباح، نوض الكاميو بيا انتيك منا بدا الفيريفاج تاع الكاميو، ما شافناش ما شافناش خويا عزيز، ديما راه بينا ديما راه بينا خويا العزيز، ديما راه بينا كامل مشى. دوك نقول لك مشى بينا، مشى بينا، دخل بينا الكسندرا بولي كاميو تاع بلغاريا، دخل بينا في الوزين تاع السيما، شارج السيما صار شارج السلعه تاعو، ديك واحد السلعه شارجها، عاود دخل جي كاميو ذاك وحكم بينا طريق من سونطريك، كم بينا طريق في سالونيك، راك معايا؟ كم بينا طريق في سالونيك الكاميو. شوف ضربنا، شوف من 6 تاع الصباح حتى تقدر تقول 4 تاع العشيه، والله باش حطنا حطنا في واحد البلاكه، واحد البلاصه حطنا في واحد البلاصه فوق في سالونيك، راك فاهم؟ سما فوتنا في سالونيك، حطنا فوق في سالونيك، كي حطنا دخل بينا في واحد الوزين، الوزين هذا اللي راح يفرغ فيه السلعه، راك معايا؟ الوزين هذا اللي راح يحط فيه السلعه ديك تاع السيمان اللي هزها من الوزين تاع الكسندرا بولي. كي حطنا هما الفون دخلنا هما هنا الجي بي اس منا، رانا فوق الكسندرا بولي، سما لازمنا هبطو، صوفينا درنا لافير، راك فاهم؟ سما الغربه راهي بين يدينا، لافير رانا فيها اخويا. دوك صاي هبطنا خويا العزيز من الكاميو، كي هبطنا في شحال هبطو؟ هبطنا في 5 من تحت الكاميو، حنا دايرين في حسابنا رانا في 3، بصح الافغاني والمغربي ذاك اللي عطاونا ناكلو ضربه الاولى كانوا مونطيين في الكاميو، دوك كانوا مونطيين في واحد القبر ضيق جاي من الدخله تاع من راس تاع الشيفور تحت واحد القبر ضيق قليل الكميه اللي فيه، كي هبطنا هبطنا في 5. اما راني عييت ولا نهضر والله. المهم حنا لحقنا لتيسالونيك وخلاص، الله يحفظك. خلاص سيبو غدوة نكملو ان شاء الله. يا هاي روح خلي على ربي، هاي صح حبيبي، بسلامة صح، بسلامة صح، السلام عليكم. اي يا العزيز، سلامة.